منذ سنتين تقريبا عاد للواجهة الرياضية بولاية عين صلاح سباق المهاري الذي أضحى يستقطب إليه عديد المحبين لغرض الفرجة طبعا في أجواء تنافسية حسم التتويج فيها لذوي الخبرة. نشكر القائمين على هذه التظاهرة في ولاية عين صالح على حسن الضيافة والكرم. الحمد لله فات التظاهرة بانتظام، لا خسائر لا شيء، الحمد لله للركاب وللجمال يا رب لك الحمد. حصلنا على المرتبة الأولى والمرتبة الثالثة والمرتبة الخامسة والمرتبة السادسة. راح نشكر المنظمين على السباق هذا اللي داروا لينا، وإن شاء الله نطلبوه سنويا كل عام يديروه إن شاء الله لينا، وكل عام ان شاء الله واحنا حيين ونشاركوا في هذا السباق. الحمد لله وتحصلت على المرتبه الثانيه. نشكر اهل عين صالح ونشكر لقائمين بمنظمين السباق. سباق المهاري المنظم من قبل النادي الهاوي فارس الجنوب من ابعاده الرياضيه التواصل بين الاجيال. نهنئ ولايه عين صالح بنجاح هذا التظاهره اللي تعتبر سابقه في تاريخ سباقات المهاري في الجزائر بهذا الحجم. هي ولايه معروفه بسباقات المهاري لكن بالحجم الكبير. اليوم شفنا مشاركة قوية من عدة ولايات بعدد إجمالي ل 68 جمل ومشارك من كل ولايات. لنا استطعنا باش اليوم نرفع التحدي ونوصل النتيجة اللي هي نجاح المهرجان، اللي من خلاله إن شاء الله نوصل رسالة للقائمين على الرياضة باش يجسدوا المهرجان هذا ويبقى مهرجان سنوي تحج له كل الولايات ويكون يعني ساحة منافسة وساحة قوية لإبراز هذه التراث وهذه الرياضة العريقة في الجزائر. منطقة الدغامش التاريخية إلى الجنوب من ولاية عين صالح اختير بها هذا الميدان، ميدان سباق المهاري الذي أضفى على المنطقة حركية كبيرة.